الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعتقد أنه على كل مسلم عاقل أن يرغب في هذا الخير وأن يسعى جاهدا ليتفقه في دينه، ففي ذلك الخير كل الخير. ومحاولة منا إخوة الخير والإيمان للوصول إلى هذا الخير لنا ولكم، نقدم لكم بفضل الله تعالى هذه الموسوعة الفقهية التي نجيب لكم فيها عن كل ما يهمكم في أمر دينكم ودنياكم. ويسعدنا أن يصحبنا خلال هذه الموسوعة الفقهية التي نشرها فضيلة العالم الجليل والفقيه البارز فضيلة الشيخ عطية صقر في الفترة التي كان فيها رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف. بداية نرحب بفضيلتكم في بداية هذه الموسوعة، ونود أن نستفيد نحن والمستمعين إن شاء الله بهذه الموسوعة وما فيها من علم إن شاء الله. مرحبا وأنا على استعداد. نبدأ بأن نتعرف على صفات الماء الذي يصلح للوضوء أو الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإنه يجب أن يكون الماء طاهرا في نفسه طهورا، أي مطهرا لغيره، وهو الماء المطلق غير المقيد بقيد لازم، وهو يشمل ماء البحر أي الملح. في حديث أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أي السمك الذي يموت فيه من غير ذبح يحل أكله. ويشمل أيضا ماء النهر وماء البئر وماء العين التي تفور من الأرض. ويدخل فيه ماء زمزم، لحديث رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل، أي دلو مملوء من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ. ويدخل فيه ماء البرد حتى لو تغير بطول المكس أو بسبب مقره أو ممره، أي بما يخالطه ولا ينفك عنه غالبا، كالطحلب وورق الشجر والصدأ، فهو ماء مطلق باتفاق العلماء يجوز التطهر به. نعم، كما يشمل أيضا ماء المطر والثلج والبرد. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، في بعض الدول التي ليست بها أنهار تستفيد هذه الدول من التقنية الحديثة، فتأخذ ماء المجاري وتعيد تنقيته مرة أخرى، فهل هذا الماء يصلح للوضوء أو الطهارة؟ ماء المجاري مخلوط بنجاسات حقيقية كالبول والروث، وبمياه تنجست بهذه النجاسات الحقيقية فتصير كلها نجسة. والبول نفسه لا يطهر، وإنما يطهر الثوب أو المكان الذي تنجس به، وذلك بماء طاهر وطهور. فهل إذا نقيت مياه المجاري من كل الشوائب وذهب لونها وطعمها وريحها تصير طاهرة؟ ذلك يحتاج إلى نظر واجتهاد جماعي من الفقهاء المختصين، وإن كان هناك اتجاه إلى القول بطهارته بعد النقاء الكامل وعدم الضرر من استعماله. الله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، نسمع من البعض أن الماء المشمس الذي سخن بالشمس يضر بالإنسان صحيا، فهل يوجد سند شرعي يفيد هذا؟ الماء المشمس
الطاهر الطهور لا ضرر في استعماله شرعا في الوضوء والغسل، ولكن قال بعض العلماء بأن استعماله مكروه، واحتجوا بحديث يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عنه لأنه يورث البرص، وبحديث ابن عباس أن الشافعية قالوا إن كراهته مشروطة بشرطين: الأول أن يكون التشميس في الأواني المعدنية كالنحاس والحديد ما عدا الذهب والفضة، والثاني أن يكون التشميس في البلاد الشديدة الحرارة، ولا يكره المشمس في الحياض والبرد. هذا ما ذكره صاحب كفاية الأخيار في فقه الشافعية، ولكن جاء فيما قال: قيل إن المشمس لا يكره مطلقا، وعزاه الرافعي إلى الأئمة الثلاثة. قال النووي في زيادة الروضة: وهو الراجح من حيث الدليل، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد، وهذا ما أراه. وقد يكون هناك ملحظ لمن رأى كراهيته في البلاد الشديدة الحرارة، لأنه قد يضر الجلد ولا يساعد على تكديس التطهر المندوب. وبالله التوفيق. فضيلة الشيخ عطية، وصلنا خطاب من أحد المسلمين المسافرين إلى الخارج يقول: سافرت إلى البلاد القطبية وتعذر علي وجود ماء سائل، فهل من الممكن أن أتطهر من الجنابة بمسح جسدي بالثلج ومسح أعضاء الوضوء بالثلج أيضا في حالة عدم وجود الجنابة؟ جاء في البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في الصلاة: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومعروف أن الغسل بالماء يكون بإثالته أو نضحه ورشه، فهل الثلج البارد المتجمد يسيل وينضح؟ إنه بملامسته للجسم الدافئ سيسيل منه الماء وإن كان بصورة بسيطة. ولا بعض النقاط ده. نعم، ولا مانع من الاكتفاء بذلك للضرورة. فضيلة الشيخ، أحد الذين أرسلوا إلينا قال: قمت بالغسل فخالط الماء الذي أغتسل به أجزاء من الصابون، هل يفسد ذلك الصابون الماء فلا يصلح بعد ذلك للطهارة؟ الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والعطور، إن غلب المخالط بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق لا يجوز التطهر به، أما إن كان خفيفا جاز التطهر به. روى الخمسة هي أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في غسل ابنته زينب عند الوفاة أن يكون بماء وسدر، وهو ورق النبع، وكافور. وروى أحمد والنسائي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين. فبالله التوفيق. يعني يكون الماء أغلب من الشيء المدفئ. نعم. فضيلة الشيخ عطية فصل، هل لنا أن نعرف حكم الماء الذي وقع فيه نجاسة؟ هل تنجسه حتى ولو كان هذا الماء كثيرا؟ الماء المتنجس إذا غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لا يجوز استعماله في الطهارة إجماعا، وإذا لم تغير شيئا من أوصافه الثلاثة فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا، وبهذا قال الجمهور، ومنهم الإمام مالك
ودليلهم عموم الحديث الذي رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه: الماء طهور لا ينجسه شيء. أما الإمام الشافعي فقال: إن كان الماء قليلا وغيرته النجاسة لا يجوز التطهر به، أما إن كان كثيرا فهو طاهر وطهور. ودليله حديث رواه الخمسة: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين يتنجس، وفي هذا الحديث نقاش يضعف الاستدلال به. ولهذا قال الإمام الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب الإمام مالك. وبمناسبة ذكر القلتين نقول: هضم القلة نفسها. نعم، القلتان بالرطل أو الرطل المصري 446 رطلا وثلاثة أسباع الرطل، وبالمساحة ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي المتوسط. وفي المكان المدور كالبئر تكون المساحة ذراعا عرضا وذراعا ونصف ذراع عمقا وثلاثة أذرع وسبع ذراع محيطة. وفي المكان المثلث تكون ذراعا ونصف ذراع عرضا ومثل ذلك طولا وذراعين عمقا. ومهما يكن من الخلاف في تنجس الماء بما يلقى فيه من المواد النجسة، فإن عدم التطهر به أقرب إلى المحافظة على الصحة وأبعد عن الضرر الذي نهى عنه الدين. الله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، نتعرف معنا على أنواع النجاسات وعلى كيفية التطهر من كل نوع من هذه الأنواع. النجاسات كثيرة، منها الميتة التي ماتت بغير ذبح، وكذلك ما قطع من الحي فهو كميتته، لحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وهي لا تطهر بالغسل، أما جلدها فيطهر بالدباء. ويستثنى من الميتة السمك والجراد، لحديث مقبول رواه أحمد والشافعي وابن ماجه وغيرهم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. كما يستثنى ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل، فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره. كما يستثنى عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها، لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. روى البخاري أن الزهري قال في عظام الموتى كالفيل ونحوه: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشفون بها ويدهنون فيها ولا يرون به بأسا. وروى الجماعة أن شاة لميمونة ماتت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. ومن النجاسات إنفحة الميتة ولبنها فهو طاهر، لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالإنفحة،
مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة. وسئل سلمان عن شيء من الجبن والسمن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومن النجاسات الدم، ويعفى عن اليسير منه كقطرة أو قطرتين في الصلاة، كما يعفى عن دم البراغيث وما يترشح من الدمامل، لكن الأولى التبرؤ منه. والتطهر يكون بغسله بالماء، فإن بقي أثر يشق زواله فهو معفو عنه. ففي الصحيحين سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب ثوبها كيف تصنع به، فقال: تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ومن النجاسات الكلب والخنزير، قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والتطهر من نجاسته يكون بالغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب أو بما يقوم مقامه من المطهرات كما قال بعض الفقهاء. ومن النجاسات قيء الآدمي وبوله ورجيعه، وذلك بالاتفاق، وتطهيره يكون بالغسل. ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام الرش، لحديث الصحيحين أن صبيا بأم قيس لم يبلغ أن يأكل الطعام بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه على ثوبه، والنضح يعني الغمر والتكاثر دون جريان وتردد وتقاطر. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل، وذلك كله إذا لم يطعما. ومن النجاسات الودي، وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ولا خلاف في نجاسته. والتطهير يكون بغسل ما أصابه بالماء. ومنها المذي، وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التكثير في الجماع أو الملاعبة، وربما لا يشعر الإنسان بخروجه، وهو في الرجل والمرأة. ونجس بالاتفاق لا غسل منه، بل يطهر بالغسل بالماء، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. أما المني فالجمهور على أنه طاهر، لأنه أصل الإنسان ويجب الغسل منه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، رواه الدارقطني والبزار. وروى الدارقطني عن ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، وهو نوع من العشب. ومن النجاسات بول وروث ما لا يؤكل لحمه، لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجمر بروثة الحمار، وقال إنها ركس أي نجس. أما بول وروث ما يؤكل لحمه
فقال بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية، وقال غيرهم بنجاسته، والتطهير يكون بالغسل بالماء. ومن النجاسات الخمر عند جمهور العلماء لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي وهو الحرمة. وتطهر الخمر عند من يقول بنجاستها بصيرورتها خلا. ومن النجاسات الكلب والخنزير، والطهارة تكون بالغسل 7 مرات، إحداها بالتراب أو بما يقوم مقامه من المطهرات كما قال بعض العلماء. الله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فخر، البعض أرسل إلينا يسأل: ننشر ملابسنا بعد غسلها فوق سطح المنزل فتصاب ببعض من زرق الطيور، ولا نعرف هل هي طيور جارحة أو مما يؤكل لحمه، وكذلك أحبال نشر الغسيل، هل أصاب الحبل في هذه الحالة والملابس نجاسة؟ الأفضل إن لم تكن هناك مشقة أن تغسل هذه النجاسة، وإذا لم توجد فرصة لغسل هذه الحبال فإن بعض العلماء وهم المالكية قالوا إن فضلات مأكول اللحم طاهرة فلا حاجة إلى غسل ما يصاب بها. ولو تنجس الحبل بغير زرق الطيور المأكولة فإن جفافها بالشمس أو الريح يطهرها في بعض الأقوال ولا حاجة لصب الماء عليها. فضيلة الشيخ عطية فخر، أرسل إلينا بعض المسلمين يسألوننا ويقولون: نرجل أو نمشط شعرنا بمشط من العظم، فهل يجوز استعمال هذا المشط؟ روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وقال: حديث حسن غريب. وبناء عليه قال جمهور الفقهاء: إن عظم الفيل نجس ولا يطهر بحال، كما قال الشافعي ومالك وإسحاق، ورخص في الانتفاع به محمد بن سيرين وابن جريج وغيرهم، لما روى أبو داود عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج. وروى البخاري عن الزهري قال: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون به بأسا. والعصب ثياب يمنية، أما العصب فهو سن بعض الحيوانات يتخذ منه الخرز. وجاء في المغني لابن قدامة أن ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها تحتمل أنه طاهر لأنه أشبه بالشعر. وجاء في هامشه: أطال شيخ الإسلام الكلام في تصويب طهارة العظم والقرن والظفر، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة وقول لمالك وأحمد هذا. وقد قال الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى: السلحفاة البحرية، قال ما نص: فائدة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مشط من العاج، وهو شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه الأمشاط والأساور. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثوبان رضي الله عنه أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها سوارين من عاج،
أما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة، وعند مالك يطهر بفصله فيجوز التسريح بمسح العاج. وما دام عظم الفيل طاهرا عند بعض الأئمة فلا بأس باستعماله، واختلاف الآراء رحمة بالأمة. فضيلة الشيخ عطية، ورد إلينا سؤال يسأل فيه صاحبه: هل يصح استعمال الماء الفائض من الغسل في التطهر بعد ذلك؟ روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وروى مسلم وأحمد أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، وفي رواية لأحمد وابن ماجه أنه توضأ بفضل غسلها من الجنابة، وروى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، أي إناء كبير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. في هذه الأحاديث تضارب في الظاهر، بعضها ينهى عن التطهر بفضل طهور المرأة وبعضها يجيزه، وبعيدا عن الترجيح بين الروايات من جهة السند أقول إن التطهر بفضل الماء الذي تطهر به الغير يطلق على معنيين: الأول التطهر بالماء الذي استعمل قبل ذلك في التطهر، والثاني التطهر بالماء الباقي من كمية الماء الذي سبق التطهر ببعضه. ويصور بأن كمية من الماء في جفنة أو إناء مثلا أخذ واحد منها بعضا وتطهر به، وبقي في الإناء بعض آخر دون استعمال له. أما بالنسبة للإطلاق الأول، فالماء الذي استعمل من قبل في الطهارة لا يجوز التطهر به لإزالة نجاسة أو وضوء أو غسل، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وإن كان هو طاهرا في نفسه لا يتنجس ما يصيبه. وأجاز مالك في رواية عنه جواز استعماله مرة أخرى في الطهارة. وبالنسبة للإطلاق الثاني، يجوز التطهر بالماء الباقي في الإناء بعد أن أخذ منه شخص بعضه وتطهر به، لأن الماء الباقي لا يجنب كما صرح به الحديث الأخير، أي لا يصير جنبا. وبهذا التوضيح يمكن الجمع بين الأحاديث الناهية عن التطهر بفضل الماء والأحاديث المجيزة له، وهذا ما قام به الخطابي فذكره الشوكاني في نيل الأوطار. وينبغي ألا تحمل أحاديث النهي على احتقار المرأة التي تطهرت بماء فلا يجوز التطهر بفضله، فذلك شامل للرجال والنساء. غاية الأمر أن الحادثة التي وردت بها الأحاديث كانت بين الرسول وزوجاته. وخلاصة الحكم أن الماء الذي استعمل مرة في الطهارة برفع الحدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغسل لا يجوز استعماله مرة أخرى في الطهارة، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وأجازه مالك في رواية. أما الماء الباقي بعد التطهر فيجوز التطهر به مرة أخرى ما دام باقيا على طهوريته، والله أعلم. فضيلة الشيخ،
يشاع بين كثير من الناس أنه لا ينبغي أن يقص الشعر أو الأظافر في حالة ما يكون الإنسان جنبا، وأيضا هل قص الشعر أو تقليد الأظافر يفسد الوضوء؟ جاء في شرح الإقناع لمتن أبي شجاع في فقه الشافعية قال في الإحياء أي إحياء علوم الدين الإمام الغزالي: لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين أن يقطع من نفسه جزءا وهو جنب، اجترد سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال إن كل شعرة تصالبه بجنابتها. لكن هذا الكلام لا دليل فيه على منع ذلك أثناء الجنابة ولا في مطالبة الجزء المفصول بجنابته يوم القيامة. وقد وجه مثل هذا السؤال لابن تيمية فأجاب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الجنب قال: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. قال: وما أعلم لكراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. فأمر الذي أسلم بذلك ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر حتى يغتسل. فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين، وكذلك تؤمر الحائض بالانتشاط في غسلها، مع أن الانتشاط يذهب ببعض الشعر، فعلمنا عدم كراهة ذلك، وأن ما يقال فيه مما ذكر لا أصل له. قال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، رواه البخاري. وعلى هذا فلا كراهة في قص شعر والظفر أثناء الجنابة، والقص لا يفسد الوضوء، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: اضطررت إلى دخول حمام عام لاستحمام، وكان معي حقيبتي وبها المصحف الشريف، وأيضا كان معي سلسلة فضية بها آيات من القرآن الكريم، وخشيت السرقة فدخلت الحمام وهما معي، فما الحكم في ذلك؟ روى أصحاب السنن وصححه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله، وذلك أن بيوت الخلاء مستقذرة وتأوي إليها الشياطين والحشرات والهوام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخلها يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه البخاري ومسلم. وليس من اللائق أن توضع الأشياء الكريمة أو يدخل بها في مثل هذه الأمكنة. هذا هو حكم الدخول بأي شيء فيه اسم الله مثل ما شاء الله. أما الدخول بالقرآن أو بآية منه فقال الأحناف والشافعية بكراهته، وقال المالكية والحنابلة بحرمته، وذلك لمجرد الدخول إذا كان حامله طاهرا. أما إذا كان غير طاهر من الحدثين فإنه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول وعدم الدخول به في بيت الخلاء، وذلك عند الشافعية. ثم قال: محل حرمة الدخول أو كراهته إذا لم يكن القرآن مستورا بما يمنع وصول الرائحة الكريهة إليه ولم يخف الضياع عليه، ف
فإن اتخذ كحجاب مجلد أو خاف ضياعه أو ضياع الحلية المكتوب عليها القرآن جاز الدخول به. فالمرأة الحاملة لحلية فيها القرآن إن كانت في بيتها يجب أو يستحب أن تخلعها عند دخول بيت الخلاء، وذلك للأمن عليها. أما إذا كانت في سفر أو محل عام أو في محل عمل فيه غيرها فخافت عليها الضياع لو خلعتها، فلا بأس بدخول بيت الخلاء وهي لابسة لها، والله أعلم. وهذا سؤال أرسلته أخت مسلمة تقول: انتظمت عندي العادة الشهرية أكثر من 25 سنة وكانت مدتها 6 أيام، أما الآن فقد أصبحت أكثر من 10 أيام، فهل هذه الأيام الزائدة تعد حيضا أم استحاضة؟ وإذا كانت في حكم الاستحاضة فماذا أفعل؟ وما هي الاستحاضة التي علمتها من الفقهاء؟ الأيام الزائدة على 10 في الحيض تسمى استحاضة عند الحنفية، أما عند غيرهم فلا تسمى استحاضة إلا إذا زادت على 15 يوما. وإذا كانت مدة الحيض معروفة قبل الاستحاضة تعتبر هي الحيض والباقي استحاضة، لحديث رواه مالك والشافعي عن أم سلمة. أما إذا لم تعرف المدة قبل الاستحاضة فيكون الحيض هو الغالب وهو 6 أيام أو 7، وذلك في المرأة المبتدأة التي لم تسبق لها عادة ولم تميز أيامها. وإذا لم تكن لها عادة سابقة لكن ميزت دم الحيض من غيره تعمل بالتمييز. ثم إن الاستحاضة لا تمنع من العبادة كالصلاة والصوم بعد الاغتسال منها كما قال الجمهور، ويجب الوضوء لكل صلاة عند الجمهور لحديث البخاري، وعند مالك يستحب الوضوء لكل صلاة ولا يجب ما دام لم ينتقض، ويجب غسل الفرج قبل الوضوء وحشوه بقصن أو خرقة، وأن يكون الوضوء بعد دخول الوقت، الله أعلم. فضيلة الشيخ، يحدث أن الحائض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يعود، فهل تحتسب أيام الانقطاع طهرا أم حيضا ونفاسا؟ أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، وأكثرها 10 أيام عند الحنفية و15 يوما عند غيرهم، وغالبه 6 أو 7. وأقل مدة النفاس لحظة، وأكثره عند بعضهم 60 يوما وعند البعض الآخر 40 وغالبه 40 يوما. وعند انقطاع الدم في أثناء الحيض أو النفاس هناك قولان للعلماء: قول يطلق عليه اسم السحب، أي سحب حكم الحيض والنفاس على مدة الانقطاع، وهو قول الحنفية بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع وطولها. وقول يطلق عليه اسم اللقط، أي لقط أيام الطهر وعدم سحب حكم الحيض والنفاس عليها، وهو قول الشافعية والمالكية إذا بلغت مدة الانقطاع 15 يوما أو زادت فتكون طهرا، وما قبلها نفاس وما بعدها حيض. فإن قلت مدة الانقطاع عن ذلك انسحب عليها حكم الحيض والنفاس كما يقول الحنفية. والانقطاع في النفاس عند أحمد وأكثره 40 يوما يعتبر طهرا،
وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحاضة لا يجري عليها حكم الحيض والنفاس. وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته، كأن كانت عادتها 6 أيام فامتدت إلى 8 مثلا عند أبي حنيفة أو إلى 13 يوما عند غيره، كان ذلك كله حيضا. وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته، كان ذلك كله نفاسا. هذا والدم الناشئ عن اللولب ليس حيضا، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، أرسل إلينا زوج يقول: هل يجوز لزوجتي الحائض أو النفساء أن تغسل لي ملابسي التي أصلي فيها، وقد سمعت أن ما تلمسه يدها يطهر 7 مرات؟ هناك نظرة قديمة كانت عند بعض عرب الجاهلية تأثروا فيها باليهود الذين كانوا يقولون إن أي شيء تمسه الحائض ينجس ويجب غسله، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار، ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل، وما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس وحرام على الطاهرين حلال للحيض. ذكر ذلك المقريزي في خططه. ولو أردت أن تعرف مقدار تحرجهم منها فاقرأ سفر اللاويين إصحاح 15 كله، ففيه حديث طويل عن الدم. أبطل الإسلام ذلك وكرم المرأة بما لم تكرم به من قبل ولا من بعد. وما دامت يد الحائض طاهرة من النجس فإن ما تمسه لا يتنجس أبدا، ودم الحيض لا ينجس إلا المكان الذي خرج منه أو أصابه من الجسم أو الثياب، ولا داعي لتطهير ما لمسته لا مرة ولا 7 مرات. روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وروى أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. والخمرة هي السجادة التي يضعها تحت جبهته عند السجود. هذا والمحرم على الحائض أو الجنب هو المكث في المسجد، أما العبور والزمن الخفيف بدون جلوس فلا حرمة فيه. ومن هنا نقول: يجوز للحائض أن تذبح الطيور وتذكر اسم الله وتغسل ملابس زوجها، وله أن يصلي فيها، وكل ذلك مع الاعتراف بأن الحائض تعتريها تغيرات فسيولوجية، والله أعلم. فضيلة الشيخ، يشاع في بعض القرى أن الحائض إذا مست يدها اللبن يتجبل، وإذا نزلت إلى الأرض الزراعية تأثرت بها بعض المزروعات فلا تنبت ثمارا، فما صحة ذلك؟ ذكر ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث أن المرأة الطامس أي الحائض تدنو من اللبن لتسوطه أي تخلطه وهي منظفة الكف والثوب فيفسد اللبن،
وقد تدخل البستان فتضر بكثير من الغروث فيه من غير أن تمسها. وجاء في كتاب محاضرات الأدباء في الراغب الأصبهاني أنهم قالوا إن الطامسة تدنو من إناء اللبن لتسوطه فتفسده. ومن أجل ما عند الحائض من إفرازات ضارة كان اليهود يقولون إن أي شيء تمسه الحائض ينجس ويجب غسله، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار، ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل، فما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس حرام على الطاهرين حل للحيض. ولعل مما يفسر هذه الظواهر ما نشرته مجلة الحوادث اللبنانية بتاريخ أول نوفمبر سنة 1974 أن المجلة الطبية البريطانية The Lancet ذكر في القصة التالية: تسلم أحد الأطباء باقة زهور فأمر الممرضة بوضعها في الماء فامتنعت، ثم أرغمها على وضعها، وبعد بضع ساعات ذبلت الزهور، وأخبرت الممرضة الطبيب بأن هذا سبب امتناعها عن وضعها في الماء، فإن الزهور تذبل كلما مستها وهي حائض. والتفسير العلمي لذلك أن جلد المرأة الحائض يفرز مادة تسمم النبات. وزعم بعض الأطباء أيضا أنهم لاحظوا ظاهرة غريبة لدى بعض النساء وقت الحيض، وهي أن جلد الأصابع يكتسي ببقعة سوداء تحت محبس الزواج. ولاحظوا أيضا أن المرأة المنقبضة النفس أو النفس قد تفرز مادة خاصة مضرة للأزهار أيضا. وجاء في عجائب المخلوقات للقزوين غرائب مماثلة عن الحائض، وذلك كله يفسر معنى الأذى في الحيض والأمر باعتزال القربان حتى ينتهي، والله أعلم. وهذه سيدة أرسلت إلينا تقول: أنا حامل في شهري الخامس وينزل علي بعض الدماء، فما الحكم في ذلك وماذا أفعل لأحافظ على طهارتي؟ اختلف العلماء في الدم الذي ينزل من الحامل، هل هو دم حيض أو لا؟ فرأى أبو حنيفة ومن قبله عطاء والشعبي أنه ليس حيضا ولا يأخذ حكمه، لقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، على معنى أن الغيض هو انقطاع دم الحيض أثناء الحمل، والازدياد هو دم النفاس بعد الوضع، وهو رأي الإمام أحمد أيضا. ورأى مالك والشافعي في أحد قوليه أن الحامل تحيض، وهو تأويل ابن عباس للآية بأنه حيض الحبالة، وكذلك روى عكرمة ومجاهد، وهو قول عائشة، وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة، والصحابة إذاك متوافرون ولم ينكر منهم أحد عليها، فصار كالإجماع كما قاله ابن القصار. وذكر القرطبي في تفسيره حادثة أيام عمر استدل بها على أن الحامل تحيض، ثم قال: احتج المخالف وهو أبو حنيفة ومن معه بأن قال: لو كان الحامل تحيض وكان ما تراه المرأة من الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض، وهو إجماع، وروي عن مالك ما يقتضي أنه ليس بحيض. هذا هو الحكم الشرعي في رأي الفقهاء
في الدم الذي ينزل على الحامل هل هو حيض أو لا، ولعل الطب له كلام في هذا الموضوع يمكن به التمييز بين دم الحيض والنزيف. بناء على ما قيل إن دم الحيض إعداد للرحم لاستقبال البويضة الملقحة، فإن استقرت فيه يقال لا توجد فرصة لاستقبال بويضة أخرى ليوجد حملان في الرحم بينهما مدة، ولو وجدت بويضتان معا كان الحمل توأما، فهل يمكن أن تحل بالرحم بويضة ثم بعد فترة تحل بويضة أخرى فيكون هناك حملان أحدهما قبل الآخر وقد يولدان معا أو يوجد فاصل بينهما في الوضع؟ لعل هناك جوابا يوضح ذلك عند المختصين. لكن جاء في كتاب المغني لابن قدامة أن الحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ورأي جمهور التابعين. وقال مالك والشافعي ما تراه من الدم حيض إذا أمكن، لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل. واستدل لمذهب أحمد بالحديث لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل أي غير حامل حتى تستبرأ بحيضة، موجها ذلك بأن وجود الحيض علامة على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع مع الحمل، وقال إن الحامل لا يعتادها الحيض غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة. قال أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، وحمل رأي عائشة في أنه حيض على ما تراه الحامل من الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس لا تصلي فيه. ورأيي أن مذهب أبي حنيفة وأحمد أيسر في التطبيق، فلا يعد دم الحامل حيضا إلا ما يرى قبيل الولادة فيكون نفاسا لا تصلي ولا تصوم فيه، ولا يجب التعصب لرأي في الفروع، ودين الله يسر، والله أعلم. وهذه سيدة تقول بلغت من العمر 50 عاما والعادة الشهرية عندي غير منتظمة، فقد يمر شهران وثلاثة دون أن أرى دما، وإذا نزل الدم كان بسيطا ثم ينقطع مدة طويلة، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ وهل يعتبر الدم بعد هذه السن حيضا؟ سن اليأس هو السن الذي لا يكون معه للمرأة حيض ولا حمل. ومن الأحكام الشرعية الخاصة به أن عدة المطلقة تنتهي بثلاثة أشهر، مثلها مثل الصغيرة التي لم تر الحيض. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واختلف الفقهاء في سن اليأس، فهو عند الحنفية 55 سنة على المختار، وعند الحنابلة 50 سنة، وعند المالكية من 50 إلى 70، بمعنى أنه يرجع في هذه المدة إلى ذوي الخبرة من النساء أو غيرهم، فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره. وعند الشافعية لا آخر له، والغالب أن ينقطع الدم بعد 62 سنة، فهو سن الإياس من الحيض غالبا.
وفي فقه الحنفية الذي يجري عليه العمل في المحاكم المصرية أن القول قول المرأة في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، نعرف جميعا أن الإسراف بصفة عامة مذموم شرعا، والإسراف في الماء أعتقد أنه مذموم كذلك، فمتى أعد مسرفا كمسلم في استعمال الماء للغسل أو الوضوء؟ من المعلوم أنه من السنة في الوضوء والغسل أن يكون 3 مرات حتى يتأكد الإنسان من طهارة ما يغسله، مع العناية بالأماكن التي تحتاج إلى مزيد من النظافة. وما زاد على المرات 3 التي عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا منهيا عنه بالنصوص العامة المعروفة، ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك. فقد جاء في كتاب كشف الغمة للشعراني حديث يقول: لا تسرف في الماء ولو كنت على طرف نهر جار. وحديث: لا تسرف، قيل: يا رسول الله، وفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وفي كل شيء إسراف. رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا. وحديث: لا تسرف، رواه ابن ماجه عن ابن عمر. وجاء في المغني لابن قدامة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء شيطانا يقال له والهان، فاتقوا وسواس الماء. رواه أحمد وابن ماجه هذا. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو 3 مرات يعد إسرافا، وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا. أما الماء الموقوف على من يتطهر ومنه ماء المرافق العامة فإن الزيادة فيه على 3 حرام لكونها غير مأذون فيها. أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه 3 وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على 3 أن يأثم. فقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نحن نعلم أن ماء زمزم مقدس، فهل يجوز التطهر به في الوضوء أو الغسل؟ وهل تذهب قداسته أو طهارته إذا نقل إلى بلد آخر غير مكة؟ جاء في فتاوى النووي المسمى بالمسائل المنثورة في المسألة 5: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، أي الشافعية، وبه قال العلماء كافة،
إلا أحمد في رواية، دليلنا أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه هذا، وقداسة ماء زمزم هي في الشرب عند أداء النسك في المسجد الحرام، أما ما بعد ذلك فهو ماء عادي كسائر أنواع المياه، حيث لم يرد في ذلك نص معتمد، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية الصقر، وردت إلينا رسالة يسأل فيها صاحبها، يقول: كيف يغتسل الرجل من الجنابة، وكيف يكون غسل المرأة كما ورد في سنة المتحدث؟ لا يتم الغسل من الجنابة إلا بأمرين: النية وغسل جميع الأعضاء، وتكفي مرة واحدة ويسن ثلاث مرات، ومن سننه غسل اليدين أولا ثلاثا، ثم غسل الفرج، ثم التوضؤ، ثم إفاضة الماء على الرأس ثلاثا مع تخليل الشعر، ثم إفاضة الماء على سائر البدن بدءا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين، ودلك ما يمكن دلكه كما رواه البخاري ومسلم في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وغسل المرأة كغسل الرجل، ولا يجب عليها نقض شعرها ليصل الماء إلى أصله إن كان الضفر غير شديد، لحديث مسلم وغيره في قول امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تصبين على سائر جسدك. ويسن لها بعد الغسل أن تضع قطعة من قطن مع طيب يضعف بها أثر الدم، والله أعلم. فضيلة الشيخ، ملابس أصابتها نجاسة، هل يصح غسلها مع ملابس أخرى طاهرة في غسلة واحدة، أو بوضعهما معا في غسالة مرة واحدة؟ جاء في الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء ما يفيد أن الماء الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة له إلا إذا غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، أما الماء القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، سواء غيرت شيئا من طعمه أو لونه أو رائحته أو لم تغيره. والماء الذي يكون في الغسالة العادية في البيوت يعتبر ماء قليلا، وعليه فلو وضعت فيه ملابس متنجسة فإنه ينجس، وكذلك ينجس كل شيء أصابه هذا الماء. والإمام الشافعي يرى أن الماء القليل ينجس إذا وضعت الملابس المتنجسة فيه، أي كانت واردة عليه، أما لو وضعت الملابس قبل الماء ثم صب عليها كان الماء واردا، فإن الغسالة وهي الماء المتخلف عن الغسل لا يكون نجسا، وتكون الملابس قد تطهرت إذا كان الماء خاليا من المنظفات التي تضاف إليه، أي كان ماء مطلقا لا يتغير بشيء آخر من الطاهرات، وزالت عين النجاسة ولونها ورائحتها. وتيسيرا للغسل ووقاية من النجاسة، يمكن وضع الملابس المتنجسة وهي ملابس الأطفال في الغالب في البانيو أو في وعاء كبير، ثم يصب عليها الماء وتزال عين النجاسة وتعصر بعد ذلك، فتكون طاهرة من النجاسة،
ولأجل التنظيف أكثر تغسل في الغسالة مع المنظفات مرة أو أكثر، وفي النهاية تشطف بماء صاف فيتم غسلها وتطهيرها على هذه الصورة. ومن الأفضل غسل ملابس الكبار إذا كانت طاهرة وحدها، ثم تغسل ملابس الأطفال.